هي about ancillary techniques in clinical pathology practice. يعني هي راح نحكي على few techniques، مو كلها، اللي هي تساعدنا to reach to the final diagnosis in pathology. مثل ما تعرفون، هو ال clinical pathological examination أو ال pathological examination، يعني فد شلون نقول كورنر كور كورنر ستون سوري لل to reach to the final diagnosis in medicine، خصوصا من السيرجن يعني طلع لك فد بايوبسي and he want to know what is this biopsy, what is the type of this mass or of this tissue, and if it is benign, malignant, what they will do next. شو راح يسوون بعدين، الستيج، الجريد، هذه كلها المعلومات، هذه كلها الانفورميشنز المفروض الباثولوجيست يعني provide it to the physician. بالمحاضرة السابقة دكتورة إسراء تكلمت لكم عن الـ basic techniques in pathology، إنه تأخذون البايوبسي، تشو بايوبسي، الفيكسيشن، نثبت هذا التشو حتى ما يتلف، نسوي له فيكسيشن. إحنا الروتين نستخدم الفورمالين أو الفورمالديهايد، اللي هو يعني the best or the most، مو the best وإنما the cheapest يعني، وال less side effects، هو نستخدمه for fixation of tissue. بعدين ندخل في مرحلة of chemical processing، هذا التشو يصير ب chemical processing، يدخل بعدة تراكيز من الكحول، وبعدين زايلين، وبعدين يدخل بالواكس، بالبارافين واكس، إلى أن يطلع عندنا نقول التيشو بلوك، او ينصب البيس مالت التيشو، تنصب في البلوك مال الواكس، ويصير بها سكشننج، تنحط على السلايدات، راح تنصبغ بالاتش اند اي، الهيماتوكسيلين اند ايوسين، فيطلع عندك هذا السلايد اللي هي هاي الصوره واضحه قدامكم، هذه صوره الهيماتوكسيلين اند ايوسين. يعني ما اريد اي واحد من عندكم يعني خلال حياته ان شاء الله المستقبليه انهم يشوف هذا السلايد، انه من ينزل على هاي الصبغه، هذه ينصح لها هيماتوكسيلين اند ايوسين، اللي هي بيزك، هي بيزك ستين. يعني كل المختبرات بكل العالم اول ما يبدون يصبغون هذه الصبغه البيزك، in order to get information about the type of tissue. حقيقه هذه الصبغه it is يعني very informative، وتوجهك وين تروح بعدين، شو تسوي بعدين. زين، يعني مثلا احنا عندنا هذه الصوره الاولى، مثلا هي هذه سكويموس سيل تيشو او سكويموس ابيثيليوم، ذيس از يعني بناين تيشو. الصوره الثانيه عندي هاي بابيلاري ستراكشرز، اوكي، اند ذيس از ذا اسيناي. فتوجهك يعني هي طبعا هذه الصبغه الهيماتوكسينين والايوسين حقيقه هي يعني انفورماتيف معظم الحالات، يعني مو يعني معظم الحالات انه تمشي، بس يعني نعطي ريبورت على الهيماتوكسين اند ايوسين ستين. الهيماتوكسين يصبغ لك النيوكلياي تكون زرقاء this way bluish in color، while the السيتوبلازم يكون red to purple يعني in color، يوزينوفيليك يصير لونه pink in color. على الرغم من ذلك معظم الحالة يعني مثل ما قلت لكم انه الهيماتوكسين and eosin in most of the cases are enough for the diagnosis، while there's cases we need more techniques, more sophisticated techniques in order to answer the questions posed at the initial diagnostic level. يعني راح نوصل في مرحلة انه ما نعرف هذا التشو what is the origin of this tissue، هذا منين جاي، is this a benign or malignant، what is the type، and هواية questions it should be answered by the pathology. بهذه الحالة احنا راح نحتاج what we call ancillary techniques، او او ancillary tests، اللي هي شو نقول الفحوصات المساعدة. يعني احنا هسه عندنا اول كباثولوجيست عندنا ال H and E، قلنا هي البيزك ستين، راح يطلع لنا السلايد من التشو، فحصناه، شفناه، وصلنا دايجنوسيس، اوكي. حالات كثيرة انه مرات نحتاج فد ancillary tests or ancillary techniques حتى تساعدنا to reach to the final diagnosis.
الانسيلاري تيست تشمل لنا سيفرال تيست لايك هيستوكيميكال ستينز اللي هي وايدلي يوز، الاميون هيستوكيمستري هذا فيري فيري وايدلي يوز، الاميونو فلوريسنس اولسو، اند وي هاف المولكيولار ستديز اللي راح تتكلم لكم عنها ان شاء الله نيكست ليكتشر دكتوره اسراء، اللي هي اولسو considered one of the ancillary tests in histopathology help us in the final to reach to the final diagnosis. احنا our main objective in histopathology to reach to the final diagnosis and give a full information to the further treatment. يعني على ال information اللي راح نعطيها ال oncologist or a surgeon راح يعني يقرر ال further treatment. نبدأ ويا أول تيست اللي هو الهيستوكيميكال ستين. طلاب الصوت واضح؟ طلاب؟ نعم دكتورة واضح. أي بس يصير عندكم خلل بلغوني يعني حتى لو بالشات. أوكي؟ تمام دكتورة. أوكي نبدأ ويا أول أنسيلري تيست أو أنسيلري تكنيك هي الهيستوكيميكال ستينز. هذه ستينز صبغة حالها حال الهيماتوكسيلين والإيوسين. بس شنو هذه الصبغات؟ كل صبغة مختص مو مثل الهيماتوكسيلين والإيوسين يصبغ لي كل شيء، لا كل صبغة مختصة إنه تصبغ جزء معين من التيشو، جزء معين من التيشو كومبوننتس. That's why it is used to highlight a various individual tissue component once they have we have a preliminary formation from the H and E stain. يعني احنا لازم صابغين H and E ونصبغ ونقرر على الاتش اند اي ايش راح نسوي بعدين، فاحتاجينا الى الهيستوكيميكال ستينز. هذه صبغات يعني كيميائيه تصبغ جزء معين من التشو حتى it will help us in the diagnosis. It will help us in the diagnosis. الهيستوكيميكال ستينز were widely used prior to the advent of immunohistochemistry. حقيقه قبل الاميون هيستوكيمستري ما يدخل الهيستوكيميكال ستينز وايدلي يوزد، يعني كل المختبرات لازم بيها هيستوكيميكال ستينز تو هيلب ان ذا دايجنوسيس. لكن من دخل الاميون هيستوكيمستري يعني من بداوا يستخدمون الاميون قل استخدام الهيستوكيميكال ستينز. هاويفر سم باثولوجي لاب ديبند اون ات، يعني ستيل ناو يعني حتى انا يعني بالمختبر عندنا سيفرال تايبس اوف هيستوكيميكال ستينز نقدر نستخدمها او نستخدمها لحد الان حتى يعني تفيدنا in the diagnosis. لكن بصوره عامه الاستخدام مالت الهيستوكيميكال ستينز مو مثل قبل، يعني مو مثل قبل الانترودكشن اوف اور ادفنت اوف اميون هيستوكيميكال تكنيكس. هذه الهيستوكيميكال ستين نقدر نقسمها يعني into seven major components. مثلا عندنا stains for staining of carbohydrates and mucin. Stains for amyloid تصبغ لنا بس الاميلويد بالتشو. Stain for nucleic acid stains هذه تفيدنا هاي النيوكليك اسيد ستينز مثلا اذا تشو بي يعني بروليفريشن هواي دي يصير بي بروليفريشن فكل ما يزداد الستيننج مالتها معناتها هذا التشو هايلي بروليفريتنج معناتها it is a high grade او a highly malignant tissue. Lipid stain responsible for staining of lipid. Stain for microorganisms وهذه احنا nowadays يعني هواية نستخدمها in our labs اللي هي stains for microorganism. Connective tissue stains and stains for pigments and minerals. أنا بالسلايدات الجاية راح نحكي عن ال examples for these stains. يعني كل stain وش تصبغ. عندك مثلاً ال pass stain أو ال periodic acid strip stain. هذه تصبغ لك ال الميوسين إذا موجود بالتيشو. تصبغ الكولاجين. ال fibers ال fungal bodies وحقيقة also as I said they used to detect fungi. هذه past till now we use it يعني لحد الآن نستخدمها for detection of mucin. We have certain tumors like Ewing sarcoma. Ewing sarcoma أكو فد بالسيتوبلازم مالتها فد يعني شلون أقول لكم فد body stain with pus فمن من أصبغ pus فد tumor أني شاكة بي هذا اوينج ساركوما اللي هو تيومر بالبون يصير بالاطفال فاذا اصبغه باس وطلعت عندي هاي الستين بوزيتيف فذيس از يعني موست لايكلي تو بي اوينج ساركوما.
مثل عدة اللي هي مثل ما قلت لكم stain intracytoplasmic crystals of many disorders and neoplasm like Ewing sarcoma. كذلك نستخدمه for يعني detection of fungi. A lot of fungi مثل هذه الصورة. هذا fungal infection. هذه كلها الهايفي. الهايفي اللي هي البوديز اوف ذا فانجاي، هاي لونها ماجنتا كلر، لونها بيربل يعني وردي طوخ. هذه هي الهايفي اوف ذا فانجاي، اللي شو يصيحوا لها الهايفي، شو يصيحوا لها بالعربي؟ شو يصيحوا لها بالعربي الفنج الهايفي؟ حد يعرف؟ اني هاو ات ذا هايفي، هي هذه التراكيب او اجزاء الفنجل. هنا عندنا هذه السبورز، سبورز هذه الدائريه، هذه السبورز وكلها مخ. طبعا هذه بالاتش اند، بالاتش اند اي ما يطلع عندك هذا الكلر، يطلع كانه مال سلايد ابيض او تشيفين فد شيء مو محدد. لكن هنا لانه البادي مالت الفانجاي بي سم سورت اوف بيبتوجلايكين او سم سورت اوف كربوهيدريت، فصبغناه بالباسستين اخذت عندنا هذه، طلعت عندنا الهايفي اوف ذا فانجاي او البادي اللي هي سبتيتد مقطعه، تشوفوها شلون السبته. فهذه الانفكشن هذا موست لايكلي تو بي اسبرجيلاس فانجال انفكشن. الاذر تايب اولسو اوف stain or chemical stains عندنا الالشين بلو also for detection of ميوسين مثل السلفا ميوسين and peptoglycan. هنا عندنا هذا ال wall part from the wall of the intestine of a small intestine ويصبغ الميوسين ازرق. هذه مو النيوكلياي، لا النيوكلياي تكون red in color، هذه اللي مأشر عليها السهم. شوفوا هذه النيوكلياي مالت الليمفوسايت ان بتوين، ولكن الذني هي الميوسين اللي موجوده بالفاكيولز مالت الانتستاينال ابيثيليوم. سو ذيس از ذا ميوسين، يصبغ الالشين بلو من اسمه الشين بلو فور ديتكشن او فور ديمونستريت ذا بريزنس اوف ميوسين اند ات از بلوش ان كلر. الاذر تايب اوف ستين عندنا الكونغو ريد فور ديتكشن اوف اميلويد سبستانس، يكون من اسمه كونغو ريد، يصبغ لايت ريد، هذا كله اميلويد اكسترا سيلولار ماتيريال اند ات از ديبوزيت اوتسايد ذا سيل اند خصوصا بالجلوميرولو ديزيز، بالجلوميرولر ديزيز جلوميرولو نفرايتس. هنا وين ذير از ديبوزيشن اوف اميلويد نحتاج هالكونغو ريد فور كونفيرم اور دايجنوسيس اور كونفيرم وذر وات از ذا تايب اوف ذس سبستانس. هذه شنو سبستانس؟ هذه ميوسين كونكتيف تيشو اور اميلويد. نحتاج ايضا الاميلويد يطلع عندنا بوزيتيف بالميدولاري كارسينوما اوف ذا ثايرويد، ايضا يصير بي ديبوزيشن اوف اميلويد اند ات هيلب اس ا لوت ان ذا دايجنوسيس. اذا السبيشال ستين او الهيستوكيميكال ستين اللي نصبغها للاميلويد هي كونغو ريد، كونغو ريد هذا اللون اللايت ريد ان كلر. عندنا المايكرو اورجانيزمز اللي هي تل ناو، يعني انا واحده من الناس لحد الان نستخدم الجرام ستين فور ديتكشن اوف مايكرو اورجانيزم، وعلى اساسه راح نقسم البكتيريا ايذر ات از جرام بوزيتيف بكتيريا تكون بلو ان كلر، جرام بوزيتيف هاي هنا هذه كلها بكتيريا بلو، واند وي هاف ا جرام نيجاتيف بكتيريا اللي هي الريد ان كلر. عندنا بالجرام ستين شنو عندنا؟ يعني هي الجرام ستين متكونه من نوعين من الصبغه، الكريستال فايولت اللي هي لونها بنفسجي والسفرانين اللي هي لونها احمر. واحد يقول زين شنو الفرق؟ ليش هاي صارت زرقاء؟ ليش هذه صارت حمراء؟ الجرام بوزيتيف بكتيريا الوول مالتها ثيك بنسبه بيبتوجلايكين توصل الى 70%، بيبتوجلايكين يصير ثيك وول الجرام بوزيتيف بكتيريا. انا اول شيء من اجي اصبغ اخلي كريستال فايولت، كريستال فايولت ثقيل راح والوول مالتها ثيك، فراح يتشلب، راح يتشلب الكريستال فايولت بالوول مالت البكتيريا. من اجي اصبغه بعد اغسله بعدين بالماي ما يروح الكريستال فايولت، من احط له سفرانين ما ياخذه لانه هي مشلبه صايره لونها بنفسجي، فيطلع عندي اخر شيء اللون البيربل اللي هو بلو او بلو او بيربل بنفسجي على ازرق، هذا اللون اللي هي جرام بوزيتيف بكتيريا. الجرام نيجاتيف لا، ما راح تاخذ الوول مالتها ثين، ما بي هواي بيبتوجلايكين، توصل الى 10% نسبه البيبتوجلايكين بالثيك بالسيل وول مالتها،
فمن احط كريستال فايلت اللي هي الصبغه الزرقاء لونها ازرق ما راح تاخذ الستين، اصبغه راح يوقع بالمي، احط السفرانين، السفرانين شويه اخف الاحمر فراح تاخذ السفرانين الصبغه الحمراء. فمن هذه الطريقه عرفوا انه عندنا اكو جرام بوزيتيف بكتيريا وعندنا جرام نيجاتيف بكتيريا. طبعا كل وحده من عندهن لها يعني سيرتن مايكروبيولوجيكال فيتشرز اللي هي احنا لازم نفرقها. فهذه هي واي ذير از جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف بكتيريا. الاذر يعني مايكرو اورجانيزم ستينز اللي هي نستخدمها ايضا فور ديتكشن اوف تي بي باسيلاي او عصيات التي بي او المايكوبكتيريوم سبيشيز بصوره عامه، اللي هو زيل ويلسون ستين، اسمه الثاني اسيد فاست ستين. اسيد فاست ستين هذه هي الكوخ رودز او التي بي باسيلاي، هذه هي تصير تطلع لنا حمراء تاخذ اللون الاحمر. طبعا هي هذه typical for acid fast bacilli يعني for the diagnosis of TB until now it is used. However there is an introduction of new techniques like اللي هي more sensitive than Zeal-Nielsen stain مثل introduction of PCR for detection of the DNA of or RNA of the this micro organism. فهاي الستين راح نصبغ المايكرو اورجانيزم يصير ريد ان كلر والباك جراوند يكون بلوش ان كلر. This is a zeal nielsen stain or acid fast stain. الاذر مايكرو اورجانيزم او اذر ستين ديتكتد اللي هي وارتن ستاري ميثود ايضا يوز تل ناو، نستخدمها فور ديتكشن اوف سبايروكيتس. اند اف يو ريمبر وي يوز ات فور ذا ديتكشن اوف وش تايب اوف سبايروكيت العام اخذناها بالجي اي تي. تسمعوني طلاب؟ طلاب صوت واضح؟ علي رعد واضح دكتورة واضح؟ لعديش ما تجاوبون؟ ترى واضح الصوت واضح. ها. علي رعد شو ينبك صوت لاخ شو تسمع محاضرتين دكتورة قسم والجماعة ما يكر اللي بصفه يعني. ها. اي اقول لك زين شو راح تبدا تفتهم اذا انت هيك قاعد واحد منا واحد منا؟ ما اسمعهم بصراحة لا بالسماعات انا. ها يلا عافية اوكي. So السبايروكيتس اللي هي تذكرون العام اللي طلعكم محاضرة ال H pylori الجاسترايتس لو ما تتذكروها بالجي اي تي انتم مو صف ثالث لو مو غلطانة اني غدير احمد نعم دكتورة انتم صف ثالث لو ثاني اي دكتورة صف ثالث ال H pylori اعطيتيني اياها العام الى عاد ما تحجون يعني مو حتى اعرف يعني الصوت واضح لو لا اي دكتورة واضح اوكي. فالوارثن ستاري ميثود اللي هي تستخدم فور ديتكشن اوف سبايروكيتس وكاكزامبل لها اللي هو هيليكوباكتر بايلوري اللي هي ريسبونسبل غدير فور وات شو تسوي لنا الهيليكوباكتر بايلوري دكتورة أستيبل ستومك شو سوينا؟ يعني هي تدخل الطبقات الستومك وتسبب ألسر ألسر excellent. فهي one of the causes or one of the يعني فد cause مهم in the in the formation of peptic ulcer خصوصا الدودينال ألسر مو صحيح؟ فال in the diagnosis من الجاسترولوجيست ياخذ لنا بايوبسي وحتى نعرف انه موجوده H pylori لو لا نصبغها سبيشال ستين اللي هو وارثن ستاري ميثودز. هذا الستين بي سيلفر فيصبغ لنا المايكرو اورجانيزم تبين بلاك ان كلر. شوفوا هذه كلها H pylori هاي دا اشر عليها هذه كلها H pylori
This is H. pylori attached to the surface بالميوسين اللي على surface مالت الابيثيليوم. While the background يكون لونه golden yellow in color. هذا هو الباكجراوند كأنما لون نحاسي. لكن المايكرو أورجانيزم spirochetes اللي هي تكون من اسمها spiral شلون ال spring يعني spiral. فتاخذ this color اللي هو black in color وتكون واضحة على السيرفس مالت attached to the mucosa. So Warthin star is one of the important stains for the detection of spirochetes. Another type of histochemical stains عندنا connective tissue stains. نصبغ ال connective tissue اللي موجودة بال tissue sample. من عندها عندنا الماسون ترايكوم تكنيك. هذا شنو detection of collagen والمصل normal and abnormal tissue. الكولاجين يكون لونه بلوش ان كلر. هذا الازرق هذا كولاجين. يعني من اصبغه هاي الماسون عندي تيشو سكشن. هذا هيومن اسوفيجس. فعندي تيشو سكشن من راح اصبغه اريد اشوف which كولاجين and which is muscle. هذا هنا كولاجين and this one اللي ريد ان كلر راح يكون muscle. فيفرق لنا بين المصل والكولاجين. يعني اذا عندي تيومر وبي muscular differentiation مثلا this is leiomyoma. مثلا leiomyoma اريد اشوفها. هذه leiomyoma تعرفون شنو leiomyoma؟ It is smooth muscle tumor او benign smooth muscle tumor. فاريد اصبغها اشوف هذه leiomyoma fibroma whatever it. فاصبغها ماسون ترايكوم تكنيك راح تبين عندي يعني تكون red in color لانه there is a muscle differentiation بهذا التيومر. فاعرف this is a leiomyoma وهكذا. مرات عندي very difficult يعني to diagnose tumors. ما أعرف هاي lymphoma, sarcoma, leiomyosarcoma. فنصبغ هذه الستين حتى نشوف ال differentiation خصوصا بال connective tissue tumors. عندنا another tumor also for the connective tissue اللي هي van Giesen stain. هذه تصبغ لنا ال elastic fibers. تصبغ الإلاستيك فايبرز ما تصبغ لا الكولاجين ولا المسل فايبر. تصبغ الإلاستيك فايبرز. هذا عندنا wall of the artery وهاي شلون الكيرلي هير. هاي الدارك ان كلر او البلاك ان كلر. هاي الكيرلي هير لايك. هذه هي الإلاستيك فايبرز الموجوده بالوول مالت الارتري بيج ارتري. ايضا يعني هي إلاستيك فايبرز اند ريتيكولين فور elastic and reticulin مو بس الelastic fibers. Also it is helpful in diagnosis in certain disease entities. So this is the van Giesen stain. It تكون black in color and help to detect the elastic and reticulin fibers. عندنا pigments. We have several disease in our bodies that lead to deposition of pigment. تذكرون المحاضرة مع الدكتور هادي من عندنا مثلا deposition of silver أو deposition of hemosiderin melanin pigment اللي أخذتكم إياها يمكن ثاني محاضرة بالسيل انجري العام بالأم أو دي. فعندنا هنا we need a stains for differentiate أو what are these types of pigments. عندنا الماسون فانتانا stain اللي هي for detection of melanin pigment. هذه صابغه الميلانين بيجمنت. مرات عندنا تيومر وما مبين بيه الميلانين ولا هو الميلانين يكون لونه براون طبيعي يعني براون ان كلر بس مرات ما مبين. فنحتاج سبيشال ستين لايك ماسون فونتانا ستين حتى نشوف الميلانين. هاي البيجمنت ميلانين لو انذر تايب اوف بيجمنتس. وعندنا هذا الديزيز اللي هو الهيموسيدروسيس وين ذير از اكسس ديبوزيشن اوف هيموسيدرين اللي هو جاي من ال destruction of RBC يعني iron containing pigment اللي هو hemosiderin راح يصير عندنا certain type of anemia. There is أو congenital anemia اللي هي hemosiderosis راح يصير deposition of hemosiderin in different organs in the body like in the liver, in the spleen and sometimes even in the skin, in the kidney. So we need a special stain to detect these hemosiderin. هاي الhemosiderin pigment بال H&D تبين لونها يعني pink in color. لكن اكو special stain اللي هي اسمها Bell's Prussian blue stain. هاي من اسمها blue stain معناتها راح تصبغ الهيموسيدرين بلوش in color. شوفوا هذا هنا يصير لونه
ازرق. فهذا ليفر بايوبسي they suspected as a hemosiderosis, a case of hemosiderosis صابغي بيرز بروشيان بلو ستين, وطالع عندنا بوزيتيف هذه الستين. فاذا this is a case of a hemosiderosis, a hemosiderosis due to deposition of hemosiderin pigment اللي هي جايه من الاكسسيف destruction of RBC. هذه كل ما يتعلق يعني بصوره مختصره جدا عن الاميون هيستوكيميكال ستين. ومثل ما قلت لكم الاميون هيستوكيميكال ستين nowadays الاستعمال مالتها كلش قل after the introduction of immune histochemistry technique اللي هو combine يشمل لنا histological, immunological and biochemical techniques. يعني عبارة عن histological technique ويا immunology, يعني اكو فات certain immune reaction and there is also a biochemical technique and there is certain chemistry in this reaction to detect a specific tissue component by a means of a specific antigen antibody reaction. وبعدين هذا ال reaction مالت ال antigen antibody we make it visible by tagging a visible label, visible label. هسه اشرح لكم بصوره مختصره او مبسطه ال principles مالت ال immune histochemistry. احنا قلنا الاميون هيستوكيمستري خلوا ببالكم هو فد رياكشن اكو انتيجين اند وي اد انتيبودي, احنا نضيف انتيبودي سبيسيفيك تو ذات انتيجين. فاذا هذا الانتيجين موجود, هاي الانتيبودي اللي احنا ضفناها سبيسيفيك فور ذات انتيجين راح تشلب بي وتصير عندي انتيجين انتيبودي رياكشن. يعني هو مهمته انه يسوي لوكالايزيشن اوف ذا انتيجين بالتيشو سيكشن. زين اوكي صار عندي انتيجين انتيبودي رياكشن, هذا الرياكشن اني لازم اخليه فيزبل, يعني اشوفه از ديفرنت كلر ستين, يعني كانما لون ثاني من اخلي السلايد جوه الميكروسكوب. ف باي ادينج ا سبيسيفيك رياكشن او سبيسيفيك ريجنت اخلي هذا الرياكشن مالت الانتيجين انتيبودي visible. مثل ايش؟ مثل عندنا الفلوريسنت داي, عندنا الراديو انزيمز او راديو اكتيف اليمنتس او الكولويدال جولد اللي هو هذا اكثر شيء نستخدمه اللي هو يخلي الكلر مالت او يعني الرياكشن visible to the pathologist. نرجع شوية على فد رابد ريفيجن وات از انتيجين. انتيجين هو فد سبستانس فورين تو ذا هوست. هنا احنا السبستانس مو الا فورين تو ذا هوست ان اور بودي, يعني هو احنا معتبرين الانتيجين هو التيشو بارت اوف ذا تيشو اللي وي وونت تو ديتكت ات. فهذا الانتيجين هذا نحكي هسه عن انتيجين بصوره عامه. الانتيجين stimulate the formation of a specific antibody and this will react with antibody يعني to that produce it. فاذا الانتيجين بي تو principles او تو مين properties. شنو اول شيء؟ immunogenicity و specific reactivity. immunogenicity معناتها it able هذا الانتيجين able to produce antibody stimulate the tissue of the body to produce of the body to produce a specific antibody. And the specific reactivity, هذا الانتيجين it will react only with the antibody that produce for it. يعني قلنا اكو انتيجين يدخل للجسم راح يسوي لنا stimulation للimmune system فراح producing a specific antibody. هذا الانتيبودي ما راح يروح يعني react with another antigen, لا راح it will react with only the antigen that produce due to it. So من هاي الخاصية مالت specificity والsensitivity اعتمدوا عليها وطوروا تقنية الاميون histochemistry. قالوا احنا زين ليش ما نعتبر التشو بدي هو انتيجين, التشو بدي احنا يعني هو الانتيجين الشيء اللي نريد ندور عليه نعتبره انتيجين and we add antibody toward this antigen. طوروا antibodies يعني من الخارج ضافوا يعني added to this antigen and حتى يصير عندنا detection for this antigen. وهذا الانتيبودي اللي هو serum protein found in response to exposure to an antigen and as I said it reacts specifically with the antigen to form an immune complex.
الانتيبودي برودكشن از ا ريسبونس اوف ذا بودي تو ا فورين ماتيريال اند ات ديزايند تو ريد ذا بودي اوف ذس انفيدر. هذه بصوره عامه. نجي على هذا هو الفيجر مالت الانتيجين والانتيبودي. تعرفون انه الانتيجين it will come and react specifically at a specific site to the to antibody. يعني هذا ال structure مالت الانتيبودي، وهنا عندنا هذا ال site where the antigen come and react with it. يعني ما يصير هذا الانتيجين الاحمر يجي ويسوي reaction ويا هذا ال site، لا، this is only specific for this yellow antigen، وهكذا. So الانتيجين antibody reaction it is a specific reaction. A specific reaction استفادوا من هذه الخاصية وطوروا تقنية الاميون histochemistry. هذا هو الانتيبودي structure مالته. مثل ما تعرفون يتكون من two chains of a protein اللي هي light chain and heavy chain. اكيد ما اخذيها، ما اخذيها لو ما اخذيها. نجي على الادفانتجز اوف اميون هيستوكيمستري تكنيك. انه مثل ما قلت لكم بسبب انه اعتمد على الانتيجين انتيبودي رياكشن، فهو شوينج ا ريماركابل سنسيتيفيتي اند سبيسيفيسيتي. يعني كلش سنسيتيف اند ات از مور يعني سبيسيفيك. يعني سنسيتيف يعني شنو معناتها؟ يعني حتى لو كان الليفل مالت الانتيجين بالتشيو قليل، هذا التكنيك detected. So this is what we call it is sensitivity. يعني كل ما حتى لو level مالت الانتيجين الموجود بالتشيو قليل، هالتكنيك مال immune histochemistry when we apply it detect it. And the specificity حتى لو كان يعني ما يعبر، يعني هذا الانتيبودي دا اضيفه، مثلا انا ضايفه انتيبودي to detect the smooth muscle actin in smooth muscle. It will not cross react with the collagen fibers. لا، راح يتوجه فقط للاكتين اللي موجود بالسموث مصل. سموث مصل اكتين. ما راح يصير تفاعل ويا الكولاجين اللي يمه. فهذا معناتها specific. معناتها it's specific for a certain type of أو target tissue. والشيء الثاني بالادفانتج مالته انه كان بي apply to روتين بروستيش. يعني اي مختبر يسوي هي ذني البلوكات مالت البارافين امبيدد، يعني فورمالين فيكس بارافين امبيدد تيشو سكشن، نقدر نشتغل عليها اميون هيستوكيمستري. مو ما يحتاج له في التحضيرات خاصه ولا يحتاج له فيكسيشن خاص، لا، احنا ذني الروتين وورك مالتنا نقدر نشتغل عليها اميون هيستوكيمستري. وشيء ثاني انه حتى لو مخزونه لفتره طويله، اذا نقدر نقول مثلا فت 6 7 سنين، مرات حتى 10 سنين، يطلع عندنا الانتيجين، لانه احنا مسوي له فيكسيشن بالبارافين بلوك، محافظين على هذا الانتيجين. It can detect this antigen. والاذر ادفانتج مثل ما قلت لكم it is compatible with the formalin اللي هو most widely used fixative routine clinical pathology. يعني ما نحتاج special fixative. Can be carried out on cytology. مثل ما تعرفون احنا الباثولوجي مو بس هاي التيشو سكشن، لا، احنا cytology ايضا، يعني ناخذ السيلز وحدها. فايضا هذا السيتولوجيكال بريبريشن also can be يعني we can apply immune histochemical technique for a cytological preparation. الميثودز مالته عندنا direct method, indirect method, والباب method. شنو الفرق مالتهم؟ الفرق انه بالدايركت ميثود هذا الازرق هو هذا التيشو انتيجين، هذا التيشو انتيجين اللي هو مثلا احنا نريد ندور عليه. عندنا تيشو ومحتارين هذا مثلا شنو نقول، هذا ابيثيليال لو مثلا لينفوسايت، ابيثيليال تيشو لو لينفوسايت. فاني اذا راح اضيف تو انتيبودي بهالشي حاله، راح اضيف السيتوكيراتين وراح اضيف السي دي 45 خلينا فور اكزامبل. فاني عندي هذا طلع عندي هو ابيثيليال، المفروض يتفاعل ويا السيتوكيراتين اللي هو هذا فد انتيبودي خاص بس للابيثيليال. أنا جيت ضفت الاثنيناتهم، ضفت السيتوكيراتين وضفت السي دي 45، من موجود الانتيجين مالت السيتوكيراتين رأسا راح يجي هذا الانتيبودي and it react with it. يصير عندي انتيبودي، هذا الانتيبودي أنا ضايفته يعني بقطرة وحاطته على السلايد مالت التشو، قطرة على السلايد مالت التشو، فأنا يعني ضايفته from outside مو موجود بالتشو. ف
فهذا راح رأسا it will come and react ويا الانتيجين الخاص بي. بعد ذاك أبو سيدي 45 ما عنده الانتيجين الخاص بي، فمن راح أغسل السلايد مرتلخ بالووتر أو بالبفر راح يوقع ينتهي ذاك الانتيبادي. فإذا أنا أخذت هسه بس help me، يعني هذا التكنيك help me and said this an epithelial component and not lymphocyte، يعني هذه احتمال هذه كارسينوما and not lymphoma. ده تلاحظون الفرق يعني شون help me. انتو شوية يعني تشوفوها سهلة بس هي is very difficult، يعني مرات تجيك تيومر ما تعرف هذا كارسينوما ساركوما lymphoma. You need to do this technique. انه فيقول لك يابا هذا ترى كارسينوما، انت ابدي فكر باتجاه الكارسينوما عيف اللمفوما، لان السي دي 45 ما صبغ اللمفوسايت. فبالدايركت ميثود احنا شنو نضيف؟ راح نضيف بس انتيبادي واحد، بس انتيبادي واحد، وهذا الانتيبادي يكون ليبل. شوفوا بي هاي ماكو ذني النقطتين الحمر، ذني اني اللي اشوفهن بالميكروسكوب، الصبغه تطلع لي بالميكروسكوب، تطلع لي براون مرات بلوش حسب نوع الشركه اللي نضيفها. فهذا الانتيبادي ليبلد وذ ستين، هذه اللي تبين عندي فوق بالمايكروسكوب. فبهيك حاله انا ما راح اشوف الانتيجين انتيبادي رياكشن، لا انا راح اشوف هاي الصبغه. فمن اعرف هذه الصبغه موجوده معناتها انه هذا الانتيبادي صبغ لي هذا التشو انتيجين فور سبيسيفيك تايب، فور سبيسيفيك تايب. هذه الدايركت ميثود. الدايركت ميثود الادفانتج مالتها انه تكون سريعه، لكن الديس ادفانتج مالتها شلون نقول السنسيتيفيتي مالتها قليله، يعني هذه ما تبين كلش واضحه الستين لانه بعدها مغموره بالتشو. رجعوا شنو طوروها، خلوا تو ستيب اندايركت ميثود. التو ستيب هنا شنو ضافوا؟ ضافوا اثنين انتيبودي، يعني انا عندي هذا الانتيجين اللي مثلا قلنا عليه سايتوكيراتين، ضفت the primary antibody، هذا the primary antibody ضفنا زين، وبعدين ضفت another antibody طولته اللي هو هذا secondary antibody labeled اللي بيه الصبغة. شنو هنا؟ صعدت المستوى مات الرياكشن عن سطح التشيو، فبالتالي أقدر أشوفه زين بالمايكروسكوب، تكون السنسيتيفيتي واضحة، يعني الستين قوية هيك يحسبوا هيك عن هذا الصبغة. هنا شوفوا الصبغة قريبة من سطح التشيو، لكن من صعدتها شوية ضفت لها primary antibody وبعدين لطخت بها secondary antibody زين وحطيت بيستين، هنا شوية ابتعدت فطلعت يعني شون صعدت على سطح الأرض وصارت الستين واضحة وأقدر أشوفها by the microscope. هنا السنسيتيفيتي تكون أكثر بال two step methods من أو indirect method من direct method. صحيح شوية أطول لكن تكون يعني كبروسيجر، لكن السنسيتيفيتي مالتها كلش فرق جدا واسع عن الـ يعني الدايركت ميثود اللي هي حاليا اوبسوليت، يعني ما حد ما نستخدمها، نستخدم اللي هي تو ستيب ميثودز البرايمري والسكندري انتي بودي. عندنا هذه الباب ميثود اللي هي بيروكسيديز انتي بيروكسيديز، هذه بعد شلون نقدر نقول تيرشري انتي بودي، يعني اضافه برايمري انتي بودي secondary antibody and this secondary antibody we add it another antibody اللي هو third antibody. وهنا طبعا هذه بعد very sensitive، شوف الرياكشن شلون طول ابتعد، فهذا كلش السنسيتيفيتي مالته كلش اعلى من التو ستيب ميثودز اللي هي البيروكسيديز انتي بيروكسيديز ميثود. هنا زيدنا السنسيتيفيتي مالت الرياكشن، فالفيزيبيليتي مالت الرياكشن كلش واضحه، يعني انا عندي حتى لو عندي يعني انتيجين بكميات قليله بهذا الرياكشن راح يكون كلش واضح باي ذا يعني وين انا اكزامين ذا سلايد. هذه سمبلي البرنسبلز مالت التكنيك اللي هو يعتمد انتيبودي، انا عندي انتيجين بالسلايد مالتي اعتبره انتيجين واني برا راح اجي اضيف له انتيبودي. شنو نستخدمها هذه البراكتس مالتنا الديلي براكتس؟ It used to identify, as I said, many intracellular substances, مثلاً renal immunoglobulin of glomerulonephritis and amyloid. يعني عندنا intra-renal intracellular substances, and it can be detected by the these antibodies. يعني أنا هسه renal immunoglobulin هو الأنتيجين أو الأميلويد أعتبره أنتيجين، وأني راح أضيف له antibody from outside
راح يجي اذا عندي اميلويد يشلب هذا الانتي بودي اللي هو خاص بالاميلويد بالانتيجين مالت الاميلويد and it will be visualized. فهذه عندي مثلا for amyloid deposition هذا كله البراون in color هذا اميلويد. هاي منين جت هاي الصبغه؟ نتيجه الكومبينيشن مالت الانتي بودي ويا الانتيجين اللي هو الاميلويد الموجود بالجلوميرولاي وطتني هاي البراون ان كلر. فاني از ا باثولوجيست اني ادري اذا صابغه او ضايفه صبغ للاميلويد من تطلع عندي هاي الستين فمعناتها ذيس از ا بوزيتيف فور اميلويد. ف ميك ات يعني شلون فيري ايزي دايجنوستس فيري ايزي دايجنوستس هذا ذيس از اجلوميرولاي. الأذر application إنه use as a tumor marker for diagnosis, typing, and classification of tumors. Diagnosis, typing, and classification of tumor. And هو حقيقة هسه هذا اللي إحنا أكثر شيء نستخدمه. إذا شوفون هاي two pictures, they are identical. They are identical photos. And both of them are lymphoma. اللي هي لينفوما but we don't know what type of lymphoma. So immune histochemistry could make this picture on your left side it is a B cell high grade lymphoma while the picture on your right side this is a T cell lymphoma. فاحنا لازم نعرف هاي B cell lymphoma and this is a T cell lymphoma لانه يعني كل واحدة من عندهن الدايجنوسيز مالتها تختلف كل واحدة من عندهن الدايجنوسيز مالتها سوري البروجنوسيز مالتها يختلف عفوا البروجنوسيز والتريتمنت مالتها تختلف يعني ابو البي لينفوما العلاج مالته يختلف عن التي سيل لينفوما. So we should be very يعني very accurate and give a specific يعني سهاية H and E مصبوغة بس أنا ما أقدر أحدد عليها هذه B احتمال تطلع poorly differentiated carcinoma يعني هاي picture on your left side من أصبغها cytokeratin تطني positive وين أنا كنت أفكر بها lymphoma وهاي صبغة cytokeratin positive so this is a carcinoma not a lymphoma. شوفوا شو يعني شو راح ينقلب 180 درجة diagnosis while on the right side it is still a lymphoma لأن عندنا two photos فاحتمال هذه على left هذه carcinoma while on the right side this is a lymphoma. When I apply a specific marker for carcinoma and lymphoma it makes me help يعني to differentiate between the types of tumor and as I said typing and the classification of the tumor. مرات اللمفوما يحتاج سب classification إلها مثلا whether this is Hodgkin or non-Hodgkin وهكذا. It used to discriminate in situ lesion from the real invasion of malignant lesion as in breast and in prostatic cancers. مثل ما تعرفون الكارسينوما in situ اللي هي كارسينوما but carrying all the features of malignancy but is still limited in the basement membrane. So tumor markers help me to discriminate. مثلا عندي this is a carcinoma in situ and I don't know what are these islands. هل هي invasive جاية من هذه؟ أو it is only a compressed lobule of the breast. فصبغت هير تو نيو هذا طلع positive and this also positive. نفسهن هذني طلع positive. هنا صار عندي a perineural invasion. So these are invasive. شلون شوفوا شلون طالعات من البيزمنت ممبرين نازلات للتشيو. فthis is an invasive component. مو يعني تحولت من الانسايتو إلى invasive من صبغتها بال immune histochemistry for HER2. It help in detection of the invasion, the micro invasion. هذا نعتبره micro invasion. كلش كميته قليلة, مو invasive يعني بكمية كبيرة. As a prognostic factor in majority of a tumor by using a Ki-67. ال Ki-67 هو شنو نعتبره a proliferating factor أو index. Proliferating index يعني شنو؟ كل ما كانت الاندكس مالته عالي كل ما كان التيومر هايلي بروليفريتنج كل ما كان هاي جريد اند ات از ا مور اجريسيف. مثلا ذيس از ا تيومر اوف نيورو اندوكراين تيومر ذيس از ا نيورو اندوكراين تيومر اوف ذا جاسترو انتستينال تراكت. عندي بالبيكتشر اي صبغناه كي اي 67 اللي يصبغ هاي النقاط السود معناتها هاي السيل
بوزيتيف للكي اي 67. فعندي هذا تيومر، هذا تيومر، اند ذيس تيومر، ويتش وان از مور اجريسيف اني بايو ذا تتوقعون يعني؟ دكتور على الجهة اليمنى. اخر واحد على الجهه اليمنى، ليش؟ دكتور ام بي واي كي 67 عندنا ماركر. اي، فمعناتها انه هاي السيلز، شكرا، هذه السيلز كلها داخله بمرحله البروليفريشن، كلها دا يصير بها بروليفريشن، فهذا التيومر هايلي بروليفريتنج، لكن هذا التيومر شوفوا بس هذني، وايل هاي السيلز ما صابغه، اند ذيس وان ما بي، يمكن بس هذه الوحده اللي هي صابغه، فهنا هاي راح الجريد مالت التيومر، يعني ذيس از نقدر نعتبره لو جريد اور بناين، ذيس از انترميديت جريد، اند ذيس از ا فيري هاي جريد تيومر، كل التيومر يعني از بروليفريتنج، هذا معناته شنو؟ ات نيد ا مور اجريسيف تريتمنت، اند ات نيد ا مور فولو اب، يعني اند ديفرنت تايب اوف تريتمنت، فهذه معناتها انه الفولو اب والتريتمنت كلها راح تتغير، طبعا مطلوب من عندنا احنا از باثولوجيست يقول لي ايش قد الجريد مالته هذا، او البروليفريتنج اندكس، مثلا ابو البريست كارسينوما من اقول له البروليفريتنج اندكس 14%، او مثلا اقول له 25% البروليفريتنج اندكس، راح يحوله من تايب الى تايب، لان انا قلت له البروليفريتنج اندكس مالته 25%، معناتها هذا التيومر اجريسيف راح يعطي ا ديفرنت تايب اوف تريتمنت، واضحه؟ لكن مثلا من اقول له البروليفريتنج اندكس باي كاي 67 5، هذا معناتها انه هذا التيومر مثل هذا 5% مثلا او 3%، هذا التيومر تقريبا ويل دوينج، ويعني وتقريبا لو جريد، والتريتمنت مالته راح تختلف عن التريتمنت مال هاي جريد. هنا هذا الكي 67 صابغ لي للنيوكلياي، لانه وين يصير احنا يعني يصبغ الدي ان اي، لان البروليفريشن يبدي بالدي ان اي، فهذا البروتين راح يزداد اثناء البروليفريشن مال السيلز، فهو احنا جايبين فد انتي بودي خاص للكي اي 67 لهذا البروتين اللي يزداد بالبروليفريشن، وصبغناه وطلعت لنا هاي الصبغه البراون، هذه الدارك براون ان كلر، فمن اشوفها معناتها انه هاي السيلز بيها كي 67، يعني ده تبدي يصير بها بروليفريشن، while this one is not، فأني أبدي أحسب بالهاي فيلد إيش كم بروليفريتنج إندكس وأطلعه كبرسنتج من 100، واضحة؟ فهذا كلش مهم بالبروجنوسيز وبال also بال يعني التقرير أو الديسيجن أوف ذا تايب أوف تريتمنت. Also, it is a predictive factor to guide a specific therapy or response to therapy, particularly in breast cancer. Nowadays, as you know, routine work in whole breast means كل breast cancer لازم لا يعني هذا روتين لازم يندز استروجين بروجسترون and HER2 new receptors. ليش؟ لأنه إذا طلع مثلاً أول شيء كاس إذا استروجين أو بروجسترون receptor positive و HER2 new receptor negative، إذا طلع عن هذا معناته هذا يحتاج هرمونال ثيرابي، هذا تنيد it is a good prognosis. يعني والتايب مالته لومينال اي، وكل واحد له علاج خاص به، لكن مثلا استعدي هاي البريست كارسينوما اند ات از بوزيتيف فور استروجين ريسبتور، هاي الاستروجين، هذه الاستروجين موجوده بالنيوكليوس، هم اي ابلاي سبيسيفيك انتي بودي للاستروجين، صبغت لي اياه يا ترى هذا البيشنت هاي الاستروجين ريسبتور بوزيتيف، وانا اذا اعطيها سكور هذه هنا نقدر نحسب السكور، نقول 8، فالانكولوجيست يخلي بباله this is estrogen receptor positive، مثلا طلع progesterone receptor positive HER2 new negative، فهذه luminal A العلاج مالتها يعني يختلف عن العلاج مالت luminal B والluminal AB وهكذا او luminal C. هذا HER2 new ايضا هو قلت لكم routine work، يعني مثلا لا سامح الله خاف احد مثلا يعني لا سامح الله اقاربكم واللي يشدزون انت، هذا اقول له هذا روتين ورك، يعني الانكولوجيست ما يقدر يشتغل اذا ما عنده الاستروجين البروجسترون والهيرتونيو ريسبتر. الهيرتونيو لانه شنو؟ اكو سبيسيفيك دراج تارجت اجينست هيرتونيو اللي هو هيرسبتين، فاني من يصبغ هيرت اول شيء من راح اصبغ هيرت وطلع بوزيتيف اول شيء راح احدد البروجنوسيس مالته، جماعه الهيرت نيو بوزيتيف البروجنوسيس مالتهم اقل او worse than those who are هيرت نيو نيجاتيف، يعني الهيرت نيو بوزيتيفيتي اسوشيتد وذ
worse prognosis. ثاني شيء راح احدد التايب مالته لومينال اي بي لومينال سي هكذا. ثالث شيء راح يصير معناتها الانكولوجيست يقدر يعطي تريتمنت لايك هيرسبتين. زين واحد يقول خول نطي للكل هيرسبتين تريتمنت ونفضها ماكو داعي للهيرتون، لا الهيرسبتين اتكريد سيريس سايد افكتس مو كل بيشنت يتحمله، وماكو داعي احنا نسوي بيردن على البيشنت بدرج بسيريس سايد افكتس وهو المريض ما يعني ما يحتاجه. يعني مثلا اذا عنده طلع نيجاتيف الاستروجين والبروجسترون ريسبتر اذا طلع نيجاتيف بعد ما يعطي هرمونال تريتمنت ماكو داعي، لانه ماكو فد ريسبترز يشتغل عليها الهرمونال تريتمنت، صح لو لا؟ بينما اذا عنده استروجين وبروجسترون ريسبتر بوزيتيف لا راح يعطي هرمونال تريتمنت افتر ذا كيموثيرابي. So this is the يعني the benefit of immune histochemistry in determining the subsequent type of treatment. It's also used to identify infectious and causative viral agents, chlamydia and bacteria. يعني مو بس for the tissue، إذا عندنا certain type of viral infection like Epstein-Barr virus، هاي عندنا اللي هو هنا commonly seen in Hodgkin lymphoma and in certain type of lymphoma. فالإبشتان-بار فيروس هنا هاي السيلز سابق لنا إياها، معناتها إحنا ضايفين أنتيبودي تورد إبشتان-بار فيروس وهو سابق لنا إياه، فمعناتها هذا هو الـ يعني الـ هاي السيل positive for Epstein-Barr virus، يعني معناتها موجود هذا الفيروس عندنا and we can apply a specific treatment toward it. Also, it was used in molecular pathology to detect many chromosomal abnormalities or to localize a specific protein or gene on the chromosomes. Like we have, this is a P53 mutation, اللي هو commonly mutant gene اللي احنا قلنا عليه هو ال guard of the respiratory sorry of the cell cycle. فال P53 mutation we can also detect certain mutation by this technique. We have certain يعني نشوف الجينات اللي mutating يعني أو expressed البروتين اللي produced by these genes also we can detect it by immune histochemistry. يعني هنا إحنا سوا واحد يقول لعد هاي شنو فرق هاي شو هاي هماتن النيوكلياي وهماتن هذه شنو فرق هاي عن هاي هاي هم النيوكلياي وهم جوزي، لا أنا مو أقول لك أنا هنا أنا I apply P53 antibody، يعني على السلايد راح يجي مكتوب اسم P53، فأنت إذا هذا صابغ ال P53 معناتها أنت positive، لكن أنت ذاك على السلايد راح يجيك مكتوب اسم استروجين ريسبتر ER، فمعناتها ذاك السلايد مال ER أنا ضايفة antibody، يعني مو كل مشو يعني لتعرفون شلون أن صحيح يطن نفس النيوكليار ستينينج نفس الباترن، بس انت هنا تختلف بال شنو انت ضايف، انت اللي تتحكم، يعني انت ايش ضايفه، ايش ضايفه للسلايد، ضايفه الى P53 انتيبودي، ضايفه الى هيرتو انتيبودي، ضايفه الى بروجسترون، يعني تيجي تقرا يجيك كل سلايد ليبلد هذا انا ضايف له ER ليبلد، يعني حطيت له قطرت عليه ER انتيبودي وهكذا. فهنا ايضا احنا ال we can apply it for detection of a specific mutation. فهنا عندي أنا هسه هذه cells أو هذا التشو بي mutation بال P53، بي mutation بال P53. الأذر واضحة الإميون هيستوكيمستري طلاب؟ لا حياتي يا عم دكتور واضحة. واضحة يعني هي as simple as that، أنا بالتشو عندي أنتيجين واجي ومثلا يعني اول شيء افحص السلايد بالH and E بالهيماتوكسلين and ايوسين، شكيت هذا السلايد هذا كود بي لنفوما كود بي كارسينوما، اريد فالشيء يوثق ما شكي، فشنو اجي اعتبر التشو هو انتيجين واجي عندي اني لونج ليست اوف انتيبودي، يا انتيبودي اضيف له مثلا قلت لكم CD45 لللنفوما لللنفوسايد ديفرنشيشن السيتوكيراتين للإبيثيليال، فأجي أسوي أنتيجين أنتيبودي رياكشن، هذا الرياكشن أكو شلون بعدين أسوي له ليبلينج وأسوي له فيجواليزيشن حتى تطلع لي عندي هذه الصورة اللي شفتوها الصور مالت الرياكشن اللي هي عادة إحنا نستخدم الكرومو جين هذا اللون براون إن كلر. الإميونوفلوريسنس هو أيضا أنذر أنسيلري تكنيك أو أنسيلري ستدي،
ايضا it helped to يعني us in the diagnosis and provide additional prognostic and diagnostic information خصوصا بالautoimmune disease. الاميونوفلوريسنس اكثر شيء يستخدموه بالautoimmune disease for detection of autoantibody. هنا شويه الانيون هيستوكيمستري يقدر بس مو مثل الاميونوفلوريسنس. الاميونوفلوريسنس شويه يعني اقوى بهالمجال. مثلا detection of autoimmune disease of the kidney, vesicobullous skin disease نستخدمه بالتشي والorgan transplantation أيضا and بالrenal glomerular disease as I said it. فأيضا يعتمد على مبدأ الانتيجين antibody complex visualization. أيضا أنا اعتبره التشي antigen وراح أضيف له antibody وهذا الانتيبودي it will visualize by using a fluorescent microscope. ما نستخدم الميكروسكوب العادي مالتنا هذا اللايت مايكروسكوب هذا اللي يعني مثل ضوء الشمس، لا fluorescent microscope. هل انتيجين انتيبودي رياكشن يضيفوا له fluorescent dye او fluorochrome، من نضيف له fluorescent light يقوم يشع شلون يعني فسفور يصير لونه فسفوري. نستخدمه طبعا هذا مو بالفورمالين فيكس، الديس ادفانتج مالته نستخدمه لازم فريش تيشو يعني ما مسوي له فيكسيشن حتى هاي الانتيجين ما تروح بالفورمالين، لان الفورمالين مرات يسوي دايجستشن للبروتين. فنستخدم هالاميونوفلوريسنت تكنيك بال يعني ان فريش تيشو يعني بعده فريش ما مسوي له فيكسيشن ما حاطين بالفورمالين حتى ما يخرب عندي الانتيجين، لان هاي الانتيجين كلش يعني ديليكيت. ايضا المبدا مالته انه ايضا اكو انتيجين وراح اضيف له اني انتيبودي، صار عندي انتيجين انتيبودي كومبلكس. بس شنو هنا ما راح اضيف له كروموجين ولا راح اشوفه باللايت مايكروسكوب، لا راح اشوفه بال راح اضيف له فلوريسين داي واي ويل فيجوالايز ات باي ا فلوريسنس مايكروسكوب. هذا الفلوريسنت مايكروسكوب وي ابلاي ا فلوريسنت لايت يعني، وهنا عندي ال اوبجكتيف لينس. هنا راح اخلي السلايد على الستيج طبعا هو فد شيء معقد الفلوريسنت مايكروسكوب ويحتاج فد انفايرمنت يعني خاصه فتطلع عندي الصوره. شوفوا نفس الشيء هنا راح يشع عندي هاي الكروم يعني انتيجين، انا عندي هذا الانتيجين اي وود اد انتيبودي. ايضا وي هاف دايركت اند اندايركت مثل الاميون هيستو. هنا راح اجي الفلوريسنت داي فهذه الليبل راح يشع يعكس الفلوريسنت داي هاي الفلوريسين او فلوروكروم. هنا نشوف هذا الجلوميرولاي، هنا هذه نوعها فيبريلاري جلوميرولونيفرايتس. فهنا احنا ضايفين بيزمنت ممبرين وميزنجيوم صار بي ثيكنينج باي ديو تو ديبوزيشن اوف اي جي جي بوزيتيف ديبوزيتس اللي هي بوليكلونال كابا ولامدا ستينينج. فهنا انا ضايفه الاي جي يعني دا اسوي ديتكشن للاي جي جي انتيبودي اللي موجود على البيزمنت ممبرين اللي هو one of the causes of glomerulonephritis انه يصير deposition of antibody. فهنا هاي شوف شلون منضفت لها هاي باللايت مايكروسكوب ما تبين نهائيا ما تبين وكلها كانما، بس لين احطها جوا الفلوريسنت شلون الفسفوريد فمن طلعت عندي هذه هل الانتنسيتي معناتها انه this is IgG positive. كذلك عندنا قلت لكم بالفازايكوبلس ديزيز اللي هي يصيحوا له داء الفقاع خاف يسمعون بي يصير خطيه شلون يعني هاي طبعا كونجنيتال ديزيز يصير يعني فد بليسترز شلون الفقاعات زين وديفرنت تايب. هنا هذا عندنا ايضا ديبوزيشن ديو تو طبعا هو اوتو اميون ديو تو ديبوزيشن اوف انتيبودي ات ذا بيزمنت ممبرين اوف ذا سكويموس ابيثيليوم فيفصل السكويموس عن الديرمز فصير عندك شلون الفقاعه. هنا شوفوا هاي شلون الفقاعه هنا فهذا ديبوزيشن. هنا ايضا نفس الشيء فاصل الانتيبودي يعني السكويموس عن الدرمس فصاير عندي هنا هذا ماكو هذا الخط الطوخ اللي هو فسفوري هنا due to deposition of these auto antibody due to deposition of these auto antibody and يعني معناتها انه هذا يعطينا يعني من يشوفه it means يعني this is positive for this antibody. حقيقة الفلوريسين disadvantage مالته إنه هاي الستين أو هذا اللون الفسفوري ما يظل طويل يعني الفترة طويلة مثل الإميون يعني أعيفه فد 4 أيام 5 أيام أجي أشوفه رايح فيد منتهي 7 أيام ينتهي نهائيا يعني
فانت لازم راسا تسوي السلايد وتفحصه وتعطي تقرير، بينما الاميون هيستوكيمستري لا يظل، يعني الستيننج يظل. بس قلت لكم اكو مكانات او اكو ديزيز الاميون هيستوكيمستري it cannot detect it with the same specificity as immunofluorescence. لذلك يستخدمون هذا immunofluorescence ancillary technique. And thank you very much and sorry for prolongation. I hope you get benefit from this information. أكو سؤال طلاب؟ طلاب؟ نعم دكتورة نسمعك. أكو سؤال عندكم؟ سؤال واضح المحاضرة؟ يعني هي تقريبا معلومات عامة، يعني خلوا ببالكم انه يعني هسه تعرفون شنو سبيشالستين، من واحد يعطيكم ريبورت مال اميون هيستوكيمستري تعرف ليش انه دازي اميون هيستوكيمستري اند واي، مو صحيح؟ نعم دكتور. اي اوكي، بس خلي ناخذ حضوركم.